بحس ترشعري سويت رنساج غامق شوي عشان يفتح يعني ما يفتح بسرعة. ما أحلى يعني. أنا جاهزة وبروح أمر البنات. هالمرة مو بس بمر نورة. ما أدري أنت تعرفين ولا لا، بس إذا أنت أذكى تعرفين مين جاييني سفر. سمعها كل اللي جوايا على لساني. ما هو طبعا نورة لقيت لها صديقة ثانية قاعدين يسحبون علي. انت ما عرفت خطتها، نسيت قهرنا. انت ما عرفت خطتها، هي من شافتنا احنا نسافر مع بعض وشريف. وهي ما تسافر معنا، قالت خلي اصدق لي وحدة تقعد معي في السعودية وما نطلع. لا اسمع، هاي خطتها. اقولها صغرين انا وإلسا، شوف طالع فينا كذا الصور كلها خربانة ومتحرك الحمر وريك. حبي زي الشمس وانت القمر بالليل. نشأت مش عادي من يوم ما شفت سيري. دور نورة دايما دايما. يخرب بيتك من طلعتي وانا اسوق. فعلا اني ما احب الحلا والقهوة مرة، هذه انا ونورة دايما نجيها. شوفوا جينا على اخر الليل، ما ادري وين نيجي الحين. نحن نأخذ راحتنا وكل شيرينج، كل شيء نسوي لازم عشان ما نتهاوش من السوق.
كيف أصارحكم إنه أنا أول مرة بحياتي أوقف لهالدرجة بعيد في مواقف برا؟ بعد تخيلوا الجامعة هناك مو طبيعي، جامعتنا كيف زحمة، وشوفوا المواقف اللي برا. هاي كيفك الحمد لله. هي طبعا نسوي الحين إبر نظارة، سويت للهالات وسويت دمية. طبعا هالمرة مو فيلر. دكتور إيش إبرة الهالات هالمرة؟ هذه عبارة عن ميكس إحنا نعمله، هي ترانكسيميك أسيد وبدأت هيورون يسير أمايد وهيورونيك أسيد. طلعنا الحين عشان سالفه البيت خلصها. ابشركم قلت للعامله تنزل كل اغراضي مره ثانيه ترجعها، الله يهديها، يعني ما طلبت منها. وغير كذا هو فعليا ما باقي الا كم يوم ننقل، بس برضو انا هالكم يوم مش اسوي انام اللبس جامع، انام المصطلعات، عبايتي هذه غسلتها اليوم المستمره ثانيه ما نلاقي شيء في البيت.
إله إلا الله. إيش لا إله إلا الله. إيش لا مطرح ما بديك بالنهار. تخيلوا ايش صار معي. انا نمت وادري انه اليوم عندي مادة واحدة اللي فيها لاب وفيها محاضرة. اللاب ملتري، الدكتور لاغي اللاب، بس الدكتورة خلت المحاضرة، وهذه المادة الوحيدة اللي صاير فيها العكس. اول شيء في لاب بعدين في محاضرة. أنا لأن مخي متبرمج على إنه أول شيء محاضرة بعدين لا، عكست الأوقات. يعني جاي الحين على وقت اللاب ولا ملتغي، قاعد أركض وفي الطريق شوي وأبكي وأسرع ما أدري. كيفكم؟ شو أخباركم؟ فكيت شعيري، قلت يقعد كذا بعد شوي بينزل. المهم شو رأيكم في عبايتي؟ يا أخي العبايات اللي كذا أوكي حلوة، بس مدري حسنا ما متعودة عليها. كنتم لابسة ابيض عشان تحب الابيض. ما بقول ابي اسوي شيء. صدق؟ شو تعرف اني احب الابيض؟ عارف انك تحب الابيض. انا والسا نلعب الحين. اوكي. من يا ويوش يلعبون هناك؟
يارا تقول انا متكشخه ما بكشخ تروح على الفاضي صوريني وانا افتح. انا بدال هانا وهديتي انا بشوف عادي شوف انا وانتي. الله وش ذا؟ هذا جيتا الله باخذ هالغرفه خلاص. هذا حق انتي هذا حق انا. يا يارا شو كيف تعمل الهدايا وانا ما طلبتني هديه كذابه توجعت هديه اليوم